ميلادية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ لازواني. وقد درس المجلس وصادق على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم، نذكر منها مشروع قانون تنظيم يتضمن تعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم 16/2017 الصادر بتاريخ 5 يوليو 2017 المحدد لتشكيلة وسير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اللجنة. مشروع مرسوم يقضي بإنشاء شركة وطنية تدعى معادن وبتحديد قواعد تنظيمها وسير عملها. مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية وبتحديد قواعد تنظيمها وسير عملها. مشروع مرسوم يسمح للحكومة بالتعاقد المباشر من أجل تزويد البلاد بالمحروقات السائلة في الفترة ما بين 16 أبريل إلى 31 دجنبر 2020. ومشروع مرسوم الدعم الزراعي اللي ما شفت مكتوب، بيان عن حملة الدعم لهذه السنة مقدم من طرف وزارة التنمية الريفية. وسيتدخل كل من أصحاب معالي الوزراء العدل والنفط والطاقة والمعادن والتنمية الريفية للإجابة على أسئلتكم. على أن نعود إليكم بعد ذلك للأسئلة. السلام عليكم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كان لي شرفا أقدم مشروع قانون يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون 2017 المتعلق بلجنة حقوق الإنسان. أنتم تعلمون أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لجنة دستورية ومهمة تلعب دور أساسي وجوهري في ترقية وحماية حقوق الإنسان، وتسعى الحكومة بالتعاون مع جميع الفاعلين في مجال حقوق الإنسان بالتحسين الدائم والمتواصل لوضعيتها لكي تقوم على أحسن وجه بعملها. في هذا الإطار ظهر لنا أن لازم أن يكون هنالك دعم لأكثر استقلالية لهذه المؤسسة. لهذا الغرض تم تقديم هذا المشروع القانون الذي يعدل القانون النظامي المتعلق بهذه اللجنة. وتضمن المشروع تعديلين. التعديل الأول هو تقريبا المساواة بين المنهجية لتعيين أعضاء هذه اللجنة. أنتم تعلمون أن تضم هذه اللجنة نوعين من الأعضاء، هنالك الأعضاء المنتخبين الذين يمثلون المجتمع المدني والمؤسسات المهنية، والأعضاء الفنيين الذين يتم تعيينهم من طرف المؤسسات الذين يمثلونها. بما يخص الهؤلاء هي التي تصنع وتأخذ القرار في هذه اللجنة، والمفروض أن جميع أعضاء هذه الفئة يتم انتخابهم من طرف الجهات التي يمثلونها. ولكن كان الأمر لا يتعلق بممثل المحامين وممثل الجامعة وممثل القضاة. بموجب هذا مشروع القانون ستنطبق هذه المنهجية على
على ممثل المحامين وممثل الجامعة وممثل القضاة. ستكون هنالك انتخابات لاختيار هؤلاء لكي يكونوا أعضاء في هذه اللجنة. وفي نفس السياق أيضا لتحسين وسائل استقلالية هذه اللجنة ستتكون اللجنة التي تشرف على تشديد أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستتكون من أشخاص مستقلة لا تضم أي شخص يعمل في اللجنة، وذلك من أجل أن يكون الاختيار مستقل وواسع ويكون رهان على أحسن استقلالية لهذه المؤسسة التي أؤكد من جديد أن لها دور مهم جوهري وأساسي في حماية وترقية حقوق الإنسان. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. خونا يسلم ملامح موريتانية. سيد الوزير، هذا تعديل جيد ويساهم في استقلالية اللجنة. غير فهم عائق آخر أمام اللجنة هي أعلن بعض أعضائها اللي منتخبين من هيئات المجتمع المدني موظفين حكوميين بعض الأحيان يعودوا قاع في وظائف سامية. هذا يقضي يعيق استقلالية اللجنة ويعيق أدائها لدورها اللي منوط بها اللي هو الدفاع عن حقوق الإنسان. إذا من درا كان تم أخذ بعين الاعتبار أم لا؟ كما قلت، اللجنة مؤسسة دستورية وتحكمها مبادئ قانونية ودستورية واضحة، وذكرت أنها تتكون من فئتين. الفئة الأساسية التي تصنع القرار مكونة من أشخاص منتخبين ولا تتلائم وضعيتهم مع أي عمل في مؤسسة حكومية، ولكن الأشخاص الذين تم تعيينهم أو اختيارهم يخولهم القانون هذه الوضعية، ولكن ليس لهم أي دور في صنع القرار ولا يتخذون أي قرار. هم دعم فني للأعضاء الآخرين الذين هم يقوموا بالعمل الميداني ويتخذوا القرارات ويقررون مصير وعمل هذه المؤسسة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. أنا كان لي اليوم شرف أني تقدمت للمجلس الوزراء بثلاث مشاريع مراسيم. المشروع الأول منهم يتعلق بتقرير لتقديم مشروع مرسوم يقضي بإنشاء شركة وطنية قالها معادن موريتانيا. المشروع الثاني هو تقديم لمشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية تدعى الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية عن أرقام. والمشروع الثالث هو مشروع يسمح للحكومة بالتعاقد المباشر من أجل تموين وتزويد البلد بالمحروقات السائلة من الفترة ما بين 16 أبريل 2020 إلى 31 12 ديسمبر 2020. لنرجع أيضا بإجاز المشاريع المراسيم الثلاثة، اللي الأول منهم إنشاء شركة معادن موريتانيا. هذه معادن موريتانيا اللي تعود مكلفة بإذن الله تعالى، اللي قال له النشاط التقليدي للذهب والنشاط الشبه الصناعي، وبذلك اللي تعود ذي القطاع ذا هو هي اللي مكلفة لهنا نعطي بإجاز مهامها. منح التراخيص الضرورية لممارسة النشاط المرتبط بالمناجم التقليدية، منح التراخيص الضرورية لممارسة النشاط المرتبط بالمناجم الشبه الصناعية، والتأطير الفني للأنشطة الاستغلال التقليدي للذهب والعناصر المعدنية الأخرى وكذلك الاستغلال المعدني الصغير، إنهاء استخدام الزئبق لمعالجة المعدن، المساهمة في وضع معايير لهذه النشاطات وتنظيم استخدام المواد الكيميائية اللي تعمل فيها، وتنظيم ومتابعة
مسارات تسويق الذهب والمعادن اللي يعودوا، فهم؟ وتنظيم النشاط المعدني التقليدي والشبه الصناعي من خلال وضع واجهة للمستفيدين منه، ونشر الوعي بالممارسات الجيدة من ناحية التكوين لصالح المستغلين التقليديين والشبه الصناعيين، وإنشاء بنى تحتية ومتابعة تنفيذها في حالة عادة الضرورة تطلب ذلك، والبحث عن مصادر تمويل لصالح المستغلين المعدنيين للذهب، واستصلاح وإعادة تأهيل المواقع الملوثة ومتابعة تنفيذها إذا ما دعت الضرورة لذلك. وطبعا هذا يعود باستخدام آخر الوسائل اللي من ناحية التكنولوجية ومن ناحية الوسائل ذلك. اختير هون نقول عن النشاط ذا، وإذا هذا مهم إن شاء الله اللي تعود مؤسسة معادن موريتانيا، اختير نقول عن يدخل في إطار سياسة أولا برنامج فخامة رئيس الجمهورية تعهداتي اللي قال فيها لأن هذا النشاط ذا بما أنه موجه لطبقات أساسا الطبقات اللي هي الهشة، لأنه ملتزم بعنه الله إن شاء الله يؤطر وينمى وينفتح في بلادات أخرى ما هي المفتوح بها، وينحد من جوانبه السلبية ويغير مولي لا هي يطور بإذن الله تعالى. طبعا هو عنده جوانب سلبية من ناحية أمن الناس اللي فيه يعني يخلقوا فيها حوادث تينة، وثانيا مولي جانب البيئي فملو خطورة، يغير مولي فملو فوائد كبيرة. وبالتالي المهمة هون مهمة الشركة اللي تعود هي عن الاستفادة القصوى إن شاء الله تعالى من ذا النشاط ذا هو، والتعليمات نعطاه على أنها تسنتي تشتغل في أسرع وقت. مشروع المرسوم الثاني اللي هو تقديم مشروع يقضي بإنشاء مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية تدعى الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية أنربام. هذا مالي لا داخل في إطار الإصلاحات المؤسسية اللي قايم بها القطاع. تكلمت قبيلة عن من الأول عن وكالة معادن موريتانيا اللي تعود عندها النشاط التقليدي والنشاط الشبه الصناعي. بقى الجانب الآخر من المعادن اليوم الصورة اللي فيها القطاع اليوم شنو هي؟ عندنا شركة وطنية للمحروقات والأملاك المعدنية، عندها نقول الأملاك المعدنية اللي هي مشاركات الدولة في المشاريع اللي مع شركاء الآخرين، وعندنا المكتب الوطني للبحوث الجيولوجية اللي عنده الجانب على الشرش البحوث. هذه الوكالة إن شاء الله اللي تدمج بالمسائل الاثنتين، اللي تخلي الاسماش تصيب الجانب المحروقات لأنها عندها أفاق جيدة ولله الحمد، وتقبل من عندها جانب الأملاك المعدنية وتضيفوا الجانب البحوث اللي كان عند المكتب الموريتاني للبحوث والجيولوجية، وتعد وكالة كبيرة ذنبتها عندها المهام الاثنين. مشروع مرسوم الأخير هو مشروع مرسوم يسمح قلت عنه بالتعاقد المباشر من أجل تموين البلد بالمحروقات السائلة فترة ما بين 16/4 إلى 31 ديسمبر 2020. لين أعطي بعض التوضيحات هون، لأن القانون طبقا للإجراءات المرسوم اللي هو اللي يسير المجال ذه تخرج مناقصة كل سنتين، وكل سنتين تمنح للمورد يتم يورد هو المسؤول عن تموين البلد في سنتين، وخلقت المناقصة يوم 18 نوفمبر 2019 ومفتحوا نتائجها يوم 19 ديسمبر 2019، لان النتائج اللي جاوا هما جات 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 فوق حتى ذلك كان منتظر، وكانت لا تعود عندها من النتائج انها تعود فم زيادة السعر سعر 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 المحروقات السائلة الغازوال والإسانس على المواطنين. وبالتالي جات تعليمات من عند الحكومة على أن ما يتم منح صفقة بطريقة ذهية، وعن يبحث عن طرق أخرى لا تخلينا دي زيادة ذهية نحدو منها والله تعود ما يخارج. وفي ذاك الإطار قمنا باتصالات مع لجنة برئاسة معالي الوزير الأول ومع بعض الموردين، وسمحت عن الحمد لله جبر مورد لا هي قد يمون البلد في ذي الفترة ذا هي بكلفة أقل بكثير من اللي جابت المناقصة. وكان من الضروري على أنها اليوم تنعرض على مجلس الوزراء وعلى أنه يقبل المرسوم ذا هو لا يسمح على أنه في ذي الفترة بين هون ونهاية السنة نعود ونقدم نتعاقد معه وراه ذاك نرجع للمسطرة الأخرى لا يعود في ذيك الحالة السوق رجع لطبيعته، لأن سيد ما قلت قبيل عن هذا ناتج عن اضطرابات في السوق تركت إياها تخلي بعض الموردين يقبلوش من الاحتياط اللي ما هو قبالة اللي زايد على الغرض. بالتالي هذا لا يسمح
كيف قلت المناقصه كان جايبه نتائج لا هي تعود تزيد السعر على المواطنين، هذا اسمح عنا ذيك الزياده عنها الحمد لله ما تخلق، وبالتالي هذا هو نتائج المشروع المرسوم اللي هو اللي معروض. شكرا. شكرا معالي الوزير على البيانات اللي قدمتوا اللي فيهم هاي الشراكه اللي على كل حال ضروريه. نختار نعرف معالي الوزير شنو هو دور هذا الشراكه اللي يعودوه امتصاص البطاله؟ اذا كان اللي تعود الطواقم اللي تنقبض لهم ولا من 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 الوزاره؟ والله كان هم اللي هي تنقبض لهم طواقم من ذو الكفاءات اللي موجود عاطلين عن العمل. شكرا. شكرا. كيف قلتوا نذكر بدورهم بإيجاز النشاط التقليدي عن الذهب للذهب هو شبه الصناعه اليوم في السنوات الماضيه، مع انه فاتح لا في بلايتين تقريبا الشامي والزوارات. اليوم عدلنا دراسه نتائجها نعرضوا يوم ما لهم ياسر تقول على الاستفاده من النشاط هذا واللي لا في البلدات الثنتين عنها عادت قريب ما هي بعيد تقارن بالاستفاده من القطاع الصناعي الاخر اللي هو صناعه الذهب اللي هي امسام وتازياست، وتقول عن اللي ما هو بعيدة له والله قد يقارن في المستقبل مع نشاط كيف الصيد. هاي خلي اياك تفهموا يعني الافاق اللي عنده، ودي الشركه اللي هي شركه معادن موريتانيا اللي هي تسمح بعن 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 هذا القطاع ينمى وينفتحوا بلادات منه جديده ويؤمنوا الناس اللي فيه ويتحولوا. النقطه هون محوريه كيف قلتوا هي بعد قاعده اللي تسمح بعن هذه عشرات الالاف اللي تشتغل في المجال ده عنها تعود عندها نشاط متواصل مستدام. اذا لا يتعود عن بدل من تعود فرص عمل لين يؤطر ذا لا يتعود مهامها عنها ذاك اللي يشتغل في الناس انه يعود يفورماليز ويعود عاد عمل مستدام، لان يعني شفتوا فيهم جوانب فيهم البحث عن التمويل وفيهم بالتالي ذاك هذا جانب من ناحيه تشغيل اللي كيف قلت لكم من تعهدات فخامه الرئيس الجمهوريه ومن اهتمامه بالطبقات طبقات طبقات الهشة. بالنسبة للشركة الأخرى اللي هي لاناربام اللي هي الأملاك المعدنية والجيولوجيا، جانب آخر هذا جانب تعدين، هذا الآخر جانب بحوث ومحافظة على مصالح الدولة مع الشركات الأخرى. هذا هم مهام الشركتين. سؤال على 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 جواب على سؤالكم، طبعا من سر لا يعود نجاح للشرائك على انهم ينقبوا لهم اطر او كفاءات تعود لهي تواكب للمهام لهم. بالنسبه للي شركه جديده لهي تبدا عنها تختار الطواقم اللي يعود هم اللي قد يواكب المهمه. بالنسبه للشركه الاخرى هي طبعا كيف قلت لكم قبيل مبنيه على لو ام ار جي، بالتالي المكتب الموريتاني للبحث البحوث الجيولوجيه، بالتالي طبعا عمال لو ام ار جي اللي يعودوا جزء منها يغلى بد مولي من التوسع زاديه وتقبل كفاءات جديده وتقبل كفاءات اللي يواكبوا المرحله الجايه اللي هم ان شاء الله وتعود فيها من خلال نتائج هي اللي الشركه ذي نقدوا نجبروا معادن اخرى ونقدوا معادننا اللي عندنا مولي نطوروها. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. انا كان لي شرف اليوم اني قدمت بيان حول الخطه الاستعجاليه لدعم المنمين بهذه السنه اللي معروف ان النبات فيها كان ما هو قبال هو اللي يرى. هذا البرنامج فيه مكونة اعلاف ان شاء الله نوفروا 88 الف طن من الحش، تفرقهم بين 50 الف طن من القمح و 38 طن من مرك، ولاية اود موفره في جميع عواصم البلديات في البلد زيادة على 26 قرية أخرى اليوم رصدنا فيها وجود حيوان كثير ليعود موجود فيها، وديك 26 نقطة يتم تتغير مع مشي الحيوان. نختار نقولهم أن مقارنة مع الدعم اللي عدى المرة البيت كان 40 ألف طن موجودة لا في عواصم المقاطعة، اليوم 88 طن. المرحلة الأولى الحكومة بأوامر من رئيس الجمهورية محمد الشيخ الخزماني لا يتابع عن كثب الحالة رعوية ولا مستعدة لتواكب وتزيد وتود وتطول الفترة لين إن شاء الله المنمين يجبروا الدعم المناسب لهم. إذا قلت إنه كان موجود لا في العواصم، اليوم موجود في جميع عواصم البلدية وكان في عواصم المقاطعات زيادة ل 26 نقطة أخرى
شفنا فيها قدر من الحيوان. ولا ينباع ب 3800 سياني في موريتانيا كامل. ومع هذا كامل بحكم متابعة فخامة رئيس الجمهورية وإرشاداته اللي طاح تكاليفه راح يتكلف تقريبا 60% من تكاليف البرنامج الآخر اللي كان له 40,000 طن. إذا بحكم توجيهات وترشيد الوسائل سمح لنا بأن نعدلوا هذا الـ هذا الـ هذا الإنجاز. النقطة الثانية منه أن تم رصد 22 بقعة من الأرض فيها شيء من الحشيش، قايل أنها قد استفاد من الحيوان ولا يتم فيها إن شاء الله دخل فيها وزارة المياه ولا يتعدل فيها الآبار إن شاء الله يتمكن الناس من الشراء. ذم دعم طبي مجاني لا يوفر فيه الفيتامينات وفيه علاج الأمراض لا تقوم به وزارة الموارد التنميرية فيها وتوفي. وبيعه لا يعود إن شاء الله وشفاف في كل بلدية لا يعود فيه مصالح طبيعة الإدارية ولا البلدية، ومعه جميع المنظمات المجتمع المدني المهتمة بقطاع البيطار هي لا تعود شارفة لي. وراجين إن شاء الله لأنه يسمح بأنه يمكن المنمي من الحيوان هم ما يطيع ولا يريح، وأنه يعود يجيهم هم اللي يشرفهم وطالبين صمنهم ضرك لأنهم يعودوا يتبرعوا المواطنين أيهما هو منمي ما يلا يجدوا الحش. هذا الحش هم اللي نختار نقول لأنه الزقايب اللي يعود إليهم ليهم طابع خاص وبيعهم محرم في السوق، ما يقدروا ينبعوا في السوق، يقبضهم منمي لا يعملهم ولا يعطيهم الحيوان ولا يقدروا ما يقدروا ينبعوا. وإن شاء الله ولا يواكب قريب لا يبدأ فيه مضرق تم المصادقة عليه وتم اقتناء مواده بصيبة شفافة مزاد علني للسوق العالمي. والحمد لله دول إن شاء الله يسمح بمواكبة المنمي يعني لعالهم الخلع إن شاء الله ولا يتم مستمر ما دامت الحاجة خارجة إن شاء الله مهما كلف الأمر ومهما كانت الكمية اللي يحتاج لها المنمي إن شاء الله. معالي الوزير عندي سؤال يتعلق بسد السقد لي حيث أنه انجز في زمن هذا النظام السابق مثلا والله الحكومة السابقة سادة ما أقوله عن النظام فعلا السد عنده إيجابيات مهمة لأنه يعيد روافده كامل يعود المدينة تطار وفم المزارع تقليدية وبعدية وذا كامل يقال مولي فم شوي سلبية عانات منها المنطقة اللي ينقال لها حصر المياه زاد اللي هو زاد اللي هو أقرف انهم اللي قالوا هم انهم المماثل ياسر انهم كانوا هم اللي عندهم استثمار في الزراعه وانهم ينتظرون من الدوله مثلا راهلي انهم ينتظرون من الدوله انها تعدل لهم الشارع بديله عن ذيك القضيه. شنو ردكم معالي الوزير على هذه الدوله حاسب مشاكل يقرف؟ واذا انتم متابعين اخبار يقرف فات وجهت لهم مشروع باخبار الخضروات وجهت لهم لين جاوا اهل يقرف لا تروح المشكله حق المشروع فات وجه ومتباركه دارك معنا درس الوادي الابيض ونشوفوا المياه اللي كانوا يجوا الصيف اللي يعيدوا بها يقرف مياه اللي كانوا يجوا من جانب اخر وكانت مقلوقه بها الرمال متباركين مع دراسه تارك ان شاء الله هنا نفتحوهم ومعتبرينه بليد زراعيه بامتياز اختصاصا للخضروات والوزاره مواكبتها وان شاء الله هو دوله الحل. كيف قلت السد عنده فوائد يقال هم اللي عنده سلبيات يقال فوائد هم اللي لا قابلوا شيء وهم إن شاء الله مشكلتهم مبارك معها وراهم قاعد يعرفوهم هم اللي يقرأ. وشكرا. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. محمد العبد الرحمن المتاري وكالة أنباء العارية للأنباء. تحية للسادة الوزراء. سؤالي ما هي الإجراءات الاحترازية في ظل تزايد انتشار فيروس كورونا لو سمحتي؟ في ظل انتشار فيروس كورونا في الدول المجاورة ما هي الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بلادنا في هذا المجال؟ خديجة باء وزارة الثقافة والصناعة التقليدية خلية الاتصال والإعلام. شهدت الساحة مؤخرا عودة لافتة لخطاب الكراهية والتطرف تحريض العنصري. هل هناك من إجراءات تنوي الحكومة اتخاذها وما هي ملامح تلك الإجراءات؟ سامي الببوط اللي مستمع موريتاني. بالنسبة للسؤال المطروح بالنسبة للإنترنت نلاحظوا فيها ضعف منذ أسبوع ولا منذ 10 أيام. شنو هي المشكلة وين تريد نحل؟ معالي الوزير عطفا على سؤال خارجة معكم الشريف البنا موقع الهدود. في الأسابيع الماضية نائب برلماني قال
أمام العالم في مؤتمر كبير أعلن هذا البلد أنه فيه نظام أبارتايد، نظام عنصري. شنو رأيكم عليه؟ وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. السؤال الأول كان يتعلق بهذه الفيروس الكورونا فيس اللي تزايده في العالم كامل، يعني من الأوبئة اللي تنتشر بسرعة عند ظهورها في الصين وعدت خلية وطنية تابعة ساعة بعد ساعة تطورات هذا الوباء في العالم، وقضى كل احتياطات، ولله الحمد إلى حتى الآن ما في حالة معنية بالمرض. اللجنة المكلفة بمتابعة ساعة بعد ساعة متكلمة من وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والنقل، الوزارات المعنية مباشرة الموضوع ومجهزة كل الردود لأي طارئ إضراء، وفي خطتها أولا تفتيش على مستوى المطارات، مطار نواكشوط والتونسي، مطار نواذيبو، مطار أطار، النقط الحدودية بيكا 55، جوجي، كل الحدود، كل نقط العبور للوطن اليوم عندها تفتيش، خلق فيه تكوين لتجهيز طاقم طبي للتدخل أي حالة طارئة، ولله الحمد اليوم رجعوا بعد تكوينهم، وفيه تجهيز الأماكن لأي طارئ من اللي خلق، حتى تحليل أي حالة مشتبه فيها قادر اليوم على أن تعدل تحليل على مستوى نواكشوط مع قياس خارجي. إذن كل المتابعات، وطبعا في التوجيهات العامة اللي تصدر عن المنظمة الدولية للصحة، ولله الحمد نرجو أن ما أدخل حالة، ولكن هذا وباء عالمي وينتشر، وإن شاء الله يفكنا ويفك المسلمين منه. الخطاب الأخير والله الكلام العابر اللي ما هو جديد عليك حقيقة، وسائل الإعلام اليوم عاد موفرة لأن تخلق دماغرطة للاستخدام، والعالم والجاهل واللي يعرف واللي ما يعرف يتكلم في كل المواضيع وكأنه خبير، وفي كثير من الحالات اللي منها فيها استفزازات وفيها شتم وكذا يعود غير مصنف، يعني ملاه مستتر راسه، يشتم الناس ويشتم القبائل ويشتم التاريخ البلد ويشتم واقع وكذا. الشديد حقيقة بأن النايب في الجمعية الوطنية يصنف بلده بأنه في الأبارتايد، لكن هذه مغالطات الزمن دار يحكم عليه الناس كان، ولكن كل حد يعرف لماذا يتكلم عن الأبارتايد اليوم، هل قد تكلم عنه سابق، ولماذا يعود فيها أبارتايد ويعود في البرلمان، والله ما يعرف الأبارتايد معناه شنو. الأبارتايد كانت الناس ما تركب في نفس السيارات، كانت الناس ما تدخل في نفس المدارس، كانت الناس يعني كلام في غير محله، والله التصنيف في غير تصنيفه، قد عود يبقى يعني شي ثاني، يبقى قد عود كذا، لكن ما مهم رد عليه قاعد بذي الصورة اللي ذهي. احنا بلد مستقل منذ 60 سنة، عضو في المنظمة الدولية، لنا تاريخنا في النضال مع الشعوب اللي تعانات من العصورية ومن الأبارتايد، عدنا مشاكلنا قال ما تسمى بهذا، حدين ينعود ما تلا عنده يكون يسمي بهذه، معناه أنه ما عنده تسمية، فما ندخل في يعني المسجلات اللي ما أساس لها، ولكن ما يشرف حقيقة أي مواطن يتهم بلده بغير الواقع. الأبارتايد احنا ساهمنا في النضال ضده ودعمنا لاينسيل كبلد، وبلد مؤسس للاتحاد الإفريقي، وبلد عضو في الأمم المتحدة، وبلد فيه سفارات الدول العالم كامل، عضو المجلس الدولي، إذا ما فيه أي مشاكل ما مطلع عليها العالم، يعني الكلام اللي كل حد يبقى يقول كلام على اللي يعود خطاب، ولكن نائب يعود قد تترأس ترشح الرئاسيات مرتين ويجبر عدد محترم من المواطنين يلتو يخلي لهم احترام في الأبارتايد، إذا ما كان خالي ما كان حد يترشح عليه كان، ولكن ربما غاية في نفسي عقوبة للخطاب قد قاعد ما موجه لنا احنا، قد موجه للدخلة. احنا بعد هون في موريتانيا ما نعانوا من الأبارتايد، ولا نعانوا من التمييز الممنهج المنظم اللي كذا كذا، وعندنا مشاكلنا ونعالجوها احنا، واللي منها
مسيره موريتانيا تنعت اللي الحمد لله انها تتوجه للدوله اللي تمارس فيها اليوم الحريات والديمقراطيه نادر في المنطقه اللي احنا فيها ونعتز بهذا. وهذه الامور ما افرز عليها تعود هي اللي شاغل الحكومه، الحكومه شاغلها المياه، شاغلها تعليم، شاغلها مكافحه الفقر، شاغلها تحديات البطاله وتحديات تراقي مجتمعنا للمجتمع العراقي. حد قد يواكب هذه المسيره مرحبا وسهلا، حد يبقى يتم يتر للورم اللي قد يتم ماصلين. طرح سؤال لقضيه الانترنت. الانترنت كي تعرفوا تكنولوجيا برابط دائما عندها ربط، الدول كامله ترتبط بالكيبل، اكثريه تعود كابل بحري. احنا عندنا كابل واحد بحري العيس، قط انقطاع ما هي مرته الاولى، قط انقطاع 2018 ضريك انقطاع من اليوم الخميس البعيد. وهذا احتمال موجود لان المنطقه منطقه صناعيه فيها حركه بواخر لان في الصيد، والدور تزداد ذيك الخطوره باللي تخلق اللي حركه زيد مع الصناعه الغازيه. على كل حال الكابل ايس مؤمن، عنده شركه تامين يعني تتدخل تصلحه، وذاك عاد يقبض قدر من الايام لانه الباخره تعود في نيويورك والله في بورل في بريطانيا وكذا. المهم انه يالتو كان مفترض ان شاء الله لان الباخره قيمت من بريطانيا وصلت البريست وتدخل المياه الموريتانيه، كانت ذو الايام خمسه سته، وكان مفترض على انه يصلح يوم ثمانيه ان شاء الله نرجع لانه يعود ذاك. طبعا فيه حلول جزئيه قدينا عشوا بها الايام الاولى، هي 10% تقريبا من استهلاكنا للانترنت اللي جانا عن طريق السنغال وعن طريق مالي، لان هو الشبكه اللي تخالق لفلي في اتجاهين، معناها انك تستخدم لان الشرايك تحولت الى، ولكن يوم الاثنين درتوا لاحظتوا ان انقطعت كلية، اصبحنا صفر. احنا كنا الايام ساق ذاك عندنا 10% تقريبا عندنا جيجا بايت، لان خلق عطب في جوجي اللي جاي مالي انقطعت له في بروتي فهم، يعني قطع ارضي هو ينتعدال ويصلح ذاك النهار، ما يتقطع في البحر يا تجي باخره ولا تجي قس وحدين ودخل وحدين يا كذا. وخلق ايضا نفس قطع ثاني على كابل جاي للسنغال هو اللي شارين منه لا كاباسيتي الشرايك اللي كذا، اذا تلذاك انهم يتحولوا على خط اخر، لان هذه خطوط لابد من شركه تشري لا كاباسيتي عقب الخط اللي يجي دوله ثانيه تقبل خط اخر الين يجبر مشكله هوك لابد تتحول. تحول يتطلب ساعات لانهم طلبات لانها عقود مع شركه اخرى وتتحول، لذلك عادي ان شاء الله. يعني يطرح حقيقه قضيه ضعف تأميننا الرقمي، بلدنا ما هو مؤمن رقميا، وهذا في استراتيجية الهودبي، استراتيجية النطاق الواسع اللي اعتمدنا لفبراير 2019 راجين منها تأمن البلد أكثر. تأمنوا باش، أولا عدد أكثر من الكابلات، احنا اليوم عندنا مشروع الكابل الثاني اللي هينزل في نواذيبو إيلا لينك، اللي فتنا عدلنا عقد مع سون كونسورسيوم، إذا في المراحل تمويله. المرحلة الأولى هو الأمن، وعلن إيلا لينك يطرح يعني برانشينيتي يعني الوحدة الربط مقابل نواذيبو، إذا ذاك فتنا عدلنا سون كونترا وفتخلص نصه مليونين دولار، فتخلص منهم واحد الثانيين بقيد الخلاص حسب جدول معدلة، إذا وفات الأرض انعطات للمحطة اللي تعود في نواذيبو، إذا كل شيء. اليوم احنا في حال تمويل لابرانش لابريتال بين نواذيبو، وإن شاء الله في شهر خمسة تكتمل مع البنك الأوروبي للاستثمار. فيه دراسة لمشروع ثالث كيبل مع فيسبوك، فيسبوك عنده مشروع كبير عالمي لا يخاف بلي في الشواطئ وندرسه محتمل. هذو ثلاثة، قال هذو ثلاثة ما يكفي، لابد أيضا من نعزو رابطنا الأرضي، وإن شاء الله نعمل إن شاء الله في تعزيز الرابط مع دول الجوار، مع الجزائر شقيقة وما شاء الله المغرب، رابط إما بحري إما أرضي مع ذوك معنا متواصل. طبعا عندنا مع المالي ومع السنغال تعزيز كذا. طبعا لابد نتوجه لفرض نسبة من لا كاباسيتي يعني من حاجيتنا الأرضية، على أنهم اللي تعود على الأقمار الصناعية، يعني كل شركة اتصال تعود عندها حجز احتياطي لعل يفصل فيه، لأنها عبر الأقمار الصناعية نجبر حلول تعطاها منها 10% ولا 20% من حاجياتنا إياك تغطي فيها تحول. هذا تعدل دول كاملة بعض استراتيجيات أمنية إن شاء الله. إذا هذه أمور تخلق في كل الدول ويتطلب على أنها تنبغ لها حلول وتدقيق، وإن شاء الله المشوار، ولكن إن شاء الله في الأسبوع في بحر الأسبوع المقبل بإذن الله
يوم 9 يوم 10 نكتمل 100% نسترجع كل طاقة. وطبعا الباخرة اللي تقطعت عطبة الكابل معروفة اليوم لأن في المتابعة وكذا، ولكن حادث عارض ما هو مقصود. عمق البحر في هذه المنطقة 25 كيل، ما هي عميقة 50 متر، إذا الكابل ما هو مؤنتيري ملي لأنها حجرية تريروشوز مؤنتيري. هذه بعض الأسباب الموضوعية لهذا الحادث، وأشكركم جزيلا.